يلا بينا نروح نقابل خالد سعفان ابن النجم الكبير ابراهيم سعفان. يلا بينا، اشتركوا بالقناه وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم اجدد الفيديوهات اللي بنزلها. هو لايك وكومنت وشير وسبسكرايب. مستعد يا خالد؟ مستعد يا خالد. حد عارف هنا يا جماعه لاسئله مهاليزم؟ احنا خلصنا اول بارت، تمام، جاهز للتاني على طول من اسئله مهاليزم. هترد على الاسئله منتهى السرعه من غير ما تفكر. حاضر، يلا بينا يلا بينا. اسم الفنان ابراهيم سعفان بالكامل؟ رباعي ولا ثلاثي ولا خماسي؟ على قد ما تفتكر. ابراهيم نبوي موسى سعفان. تاريخ ميلاده؟ 26 مارس 1928. برجه ايه؟ لا ما اعرفش برج، انا ماليش في الابراج بصراحه. هو مارس، يبقى ايه بقى؟ مارس. لا ما نشوف نشوف بقى نعرف. إيه؟ ممكن نعرف بعد ال حد عارف هنا يا جماعه. ماشي. من محافظه ايه؟ المنوفيه، شبين الكوم. درسته ايه؟ هو درس حاجتين، معاه ليسانس شريعه وقانون من الازهر الشريف، ومعاه بكالوريوس علوم فن التمثيل اللي بقى بعد كده اسمها معرفش بقى اكاديميه الفنون. لا ما هو في اكاديميه الفنون، بس كان معهد الفنون المسرحيه او معهد السينما مش عارف. انه في الاول كان اسمها معهد فن التمثيل، ده المسمى القديم. ايوه. طيب اسم دلع بيحبه قوي؟ لا 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 ما نعرفش. لا 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 ما نعرفش يعني، لا ما كناش نعرف الدلع والحاجات دي. طيب قول لي اكتر لون بيحبه. اكتر لون بيحبه؟ لا برضو مش هالف، لان برضو ما دخلتش معاه في الزاويه دي خالص. اوكي. ما اعرفش. ولا طبعا ما تعرفش اكتر يوم ما بيحبوش؟ لا طبعا بالطبيعه يعني. ايه اكتر الوان بيلبسها بيحب؟ عشان احنا دايما كنا بنتفرج على ابيض واسود اكتر. فهو طيب كان بيحب طيب يلبس ايه؟ اللون الابيض دايما، ومشتقات الابيض بقى. الحاجات اللي هي الفاتحه الفواتح يعني. ما اعرفش انا بتكلم صح كده؟ صح يعني. ماشي. حلوه حلوه. اكتر لون بيحبه يعني الدرجات البني ودرجات الابيض. اوكي. في الوان ما بيحبهاش؟ مش بيحب الفسار. لا يمكن اللي هي الالوان الفقعه بقى، الاحمر والاصفر والحاجات دي ما كانش بيلبس الحاجات دي. أوكي. الا لو في دور بقى بيستدعي ده. طب قول لي اكتر دور عمله وبيحبه جدا. هو نفسه يمكن كان بيعتز قوي بالدبور، اول حاجه عرفت الناس بيه، انا مبسوط كده انا مرتاح جدا بيه. وسنه مع الشغل اللذيذ ده في المسرح. وفي السينما اول حاجه عملها حسن ونعيمه، دي الحاجات اللي كان بيعتز بيها يعني. طب كان بيحب يشتغل مع مين؟ كتير بقى، عمنا فؤاد المهندس طبعا الله يرحمه، مع حفظ الالقاب بقى الكل بقى، محمد عوض وسيد زيان، الهنيدي، توفيق الدقن، عد زي ما انت عايزه تقول يعني. طب مين كان اقرب اصدقائه؟ اقرب اصدقائه كان سيد زيان الله يرحمه، توفيق الدقن الله يرحمه، فؤاد المهندس، ناس كتير قوي، ناس كتير. بيحب اكتر السينما ولا المسرح؟ لا المسرح. مسرح قولا واحدا يعني. كان بيحب يتفرج على مين من الفنانين؟ نجيب الريحاني بس. واي حاجه تاني كنت دايما لما بيعرض حاجه في التلفزيون تتعرض ليه هو يعني، كان يقول لي غير المحطه دي. هما كانوا محطتين بس. الاولى والثانيه. فما كانش يحب يتفرج على نفسه، انما كان يحب يشوف نجيب الريحاني، بالذات نجيب الريحاني يعني، لانه كان بيعتبره استاذه يعني. طيب احكي لي عنه بقى في البيت كان عامل ازاي؟ لا في البيت كان شخصيه يعني شخصيه قويه جدا وشخصيه صارمه جدا، ما كناش نقدر نهزر ونضحك معاه يعني، بابا حضرتك وبتاع، وهو ليه عالمه الخاص. انما اللي كان بيمشي امور البيت يعني والدتي الله يرحمها، من متابعتي انا واخواتي، انما هو كان بعيد خالص عن القصه ديت، ليه عالمه خالص وليه الاوضه بتاعته بتاعت شغله بس، انما ما كانش فيه الـ 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 الهرج والمرج والحاجات دي. بابا في البيت يبقى كله يمشي على طراطيف صوابعه يعني. يعني مش زي اللي احنا بنشوفه في التلفزيون. لا خالص خالص. وعلى فكره معظم نجوم الكوميديا كده. معظم نجوم الكوميديا كده، شخصيه مختلفه خالص عن اللي بيطلع في الادوار بتاعته يعني. يعني هو كان شخصيه مختلفه، كان شديد، كان شديد حسن. شديد بطيبه يعني، لانه كان الغلط غلط والصح صح، ما ينفعش اعمل الغلط وابقى عارف انه غلط يعني. اوكي. كان شديد بالنظره حتى، عمره ما ضرب ولا مد ايده على حد ولا طلع لفظ وحش يعني. طيب هل كان رافض دخولكم الفن؟ ما كناش نقدر نقول له عايزين نخش او ما نخشش، لان هو لما توفى كنا كلنا بندرس، كنا في اللي كان في الجامعه واللي كان في ثانوي والصغير كان في ابتدائي، ما كناش نقدر نقول له عايزين نخش المعهد او ما نخشش او عايزين نمثل.
خوفا منه او من رد فعله يعني. طيب خالد احكي لي عنكم بقى، انت كم اخ واخته؟ احنا والدي الله يرحمه اتجوز مره واحده بس من والدتي، وهم كانوا جيران في البلد، وخلف قبل مننا اربعه، اتوفوا ورا بعض على مدار 3 4 سنين كده. كان بيجي لهم مرض زمان اللي هو كان الجفاف، كان الاطفال كانت بتتعالج غلط يعني. هو على السوشيال ميديا مكتوب ان هم ماتوا في سنه واحده؟ لا، الصحيح ان هم ماتوا على مدار 3 4 سنين يعني. وبعد كده بقى جت اختي الكبيره رضا، وبعدين انا، وبعدين في بنت فريده، وبعدين نبوي، وبعدين محمد الصغير خالص. احنا خمسه، بنتين وثلاث ولاد. بس انتوا ما شفتوش طبعا الاربعه اللي لا الاربعه اللي قبل كده توفوا، منهم اتنين كان والدي مسمي كل واحد منهم اسمه فاخر، والتاني محمد فاخر، حبا في الممثل الجميل فاخر فاخر. كان حبيبه قوي، ومن حبه فيه سمى اتنين من اخواتي على اسمه، بس للاسف توفوا يعني. خالد احنا خلصنا اول بارت، تمام، جاهز للتاني على طول؟ يلا بينا يلا بينا.